يا مساء الهنا والسعادة، ازيكم احبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهاردة هنعمل مع بعض فطيرة بطاطس حلوة قوي ان شاء الله، كده يا دوبك حبيتين من البطاطس بس، وكمان عليهم بيضتين. تقدري تعملي يعني وجبة غدا لجوع اخر الليل، يعني فطار تمشي معاكي في كل الاوقات. وصفة بسيطة وسريعة ومش هتاخد منك وقت خالص على النار. يلا بينا نشوف تفاصيل الوصفة. بس لو أول مرة تزوري قناتي، معاكم بسمة، يا ريت ما تبخليش عليا باللايك، ولو الفيديو عجبك تعملي له شير لكل صحابك وكل قرايبك علشان عيلتنا تكبر بإذن الله. يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونشوف طريقة التحضير على طول. هنسمي الله. أول حاجة معايا كده حبيتين من البطاطس، مقشراهم وغسلاهم كويس جدا، والبيض دلوقتي هركنه على جنب، مش محتاجاه دلوقتي خالص. اول حاجه هستعمل المبشره بتاعتي، هجيب البطاطس وهبتدي ابشرها من الوجه ده كده. بسم الله. بصوا بتطلع معايا بالشكل ده، بتكون كده رفيعه بالشكل ده كده. بسم الله. طبعا انتي تقدري تزودي على حسب عدد الافراد اللي عندك، تقدري تزودي عن بطاطستين وكل بطاطسايه قدامها بيضايه، تقدري تزودي 3 هتخليهم 3 بيضات. هخلص بقى كل الكميه دي، هبشرها بالشكل ده وارجع لكم تاني. هاخد بقى كده البطاطس بعد ما خلصتها واحاول ان انا يعني انزل منها اي سوائل. عايزه تعصريها بايدك كده تنزلي منها الميه عادي، انا هحطها في المصفى كده، مصفى ضيقه طبعا، اضغط عليها جامد كده لغايه لما تنزل كل الميه اللي فيها. انا قعدت اضغط عليها كده بظهر المعلقه ونزلت كميه الميه دي. هفضي بقى الميه ديت. هركنها بقى على جنب في نفس البوله. هاخد بقى كده اول بيضه صراحة كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد البيضة التانية، بسم الله ما شاء الله. البيضة حجمها كبير، لو حجم البيضة صغير معاكي والبطاطس بتاعتك البطاطسية كبيرة حطي 2، حطي 3. هضيف كده ملح على حسب ذوقك، دي معلقة توابل صغيرة عشان محدش يقول معلقة الشاي كبيرة، لا. بصي قد ايه، يعتبر ربع معلقة من معلقة الشاي. بنزود شويه كمان. واحط كده رشه من الكمون ورشه من الكزبره، كله زي ربع معلقه، وشعر بسيطه خالص من الفلفل الاسمر. هضيف عليهم بقى معلقتين من الدقيق او الطحين، معلقتين كبار كده مليانين، بس دي مش مليانه قوي فهنزود شويه. وادي المعلقه التانيه، هي دي اللي هتمسك لي الفطيره بتاعتي. واحط بقى كده ده فلفل الوان، هو بارد، لو انت حابه تحطي شطه او بابريكا اللي هي الفلفل الحلو او فلفل حامي سبايسي عادي، بس انا هضيف كده الفلفل دوت بارد عشان بس عندي اطفال فما ينفعش احمي. هقلبهم بقى كويس كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هضيف عليهم البطاطس، بسم الله، بالشكل ده كده. هبتدي اقلبهم برضو كويس. بسم الله، بحاول القوه تاني. هقلبها كويس قوي لغايه لما البطاطس تتشرب من السوائل كده. تمام، جهزت معايا. تقدري تلمسيها كده تشوفيها عايزه ملح ولا لا.
محتاجة رشة كده من الملح. مفيش حد دلوقتي. هحضر طاسة ما تكونش بس بتلزق كده في الحاجة من تحت، هديها مسحة كده من الزيت. هحاول اوزع الزيت كويس. عايزه اي ماده دهنيه انت بتفضليها، يعني لو عايزه تحطي زبده مع الزيت، عايزه تحطي سمنه، بس براحتك. هنزل بقى بيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كلها كده في الطاسه. بصوا السوائل البيض ما شاء الله يعني جاي كويس جدا الكميه مع البطاطس بتاعتي. هفردهم بقى. الزيت ده هو اللي هيحمر لك الوش بتاعها من تحت، فانا مزوداه شويه عشان ايه الوش بتاعها يبقى حلو، ما تلزقش معايا او تتحرق. دلوقتي بقى هحطها على نار، ولازم النار بتاعتي تكون هاديه. بصي النار خليها كده شعره بسيطه. بسم الله. هحاول بس اغطيها باي حاجه. شوية كده وهبص عليها. اول ما الحروف كده تبتدي تتحمر من الجنب هبتدي اقلبها على الوش التاني. كده ابتدت ايه ان هي بصوا مسكت نفسها من الجناب. اجيب بقى طبق. ايه بقى هضيف كده دي طبعا اختياري، يعني جبنه موتزاريلا او جبنه شيدر، ودي اختياري. احط بقى قطع زيتون. قطع كده من الفلفل الاحمر. وغطي عليها لغاية ما ايه الجبنة تسيح. واو بس بقى المنظر، بس بقى المنظر الجميل. طبعا كده جهزت معايا الفطيرة. بسم الله ما شاء الله متماسكة، وعايزة اقول لكم ريحتها تجنن. جاهزين بقى نكسر اللون كده ايه. وكده بقى هقدمها معاكم. بتتقطع زي البيتزا كده قطع ما شاء الله حلوة قوي، بتتاكل باردة بتتاكل سخنة. والله لما حطيتها في التلاجة كمان واتبقت قطع كده وخدتها باردة كده من غير عيش ولا اي حاجة كانت رهيبة، طعمها يجنن. طبعا الزيتون والجبنة الموتزاريلا دي اضافة، يعني لو انت حابة تضيفيها ضيفيها، ومن غيرها برضو بتطلع ما شاء الله حلوة قوي. تقدري بقى تعمليها زي ما قلتلك كده الجوع اخر الليل، غدا في الفطار، يعني جنب اي وجبة حاجة كده ما شاء الله. وكمان الجبنة بتاعتي كده بتشد كده حاجة تفتح النفس. بسم الله ما شاء الله. بتمنى تجربوها بنفس الطريقة، وما تنسيش بقى تقولي لي بتتابعيني من انهي بلد، والكومنت الحلو والدعوة حلوة من قلبك ليا ولك بالمثل. اسيبكم في حفظ الله ورعايته. مع السلامة.